السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تونس تدعو في قمة المستقبل بنيويورك إلى إصلاح آليات الحوكمة الدولية وإلى مقاربة جديدة للتعاون الدولي. لجنة التشريع العام بالبرلمان تشرع اليوم في السماعات بشأن مشروع تنقيح القانون الانتخابي. وزارة العدل تؤكد التزامها بتطبيق القانون ضد كل من يستهدف القضاة ومؤسسات الدولة. في العالم، المقاومة العراقية تعلن انطلاق تصعيد عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني، وحزب الله اللبناني يؤكد دخوله مرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل عنوانها الحساب المفتوح. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لدى لقاء إلقائه كلمة تونس في قمة المستقبل المنعقدة بنيويورك أن أدوات الحوكمة الدولية التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية باتت عاجزة تماما على مجابهة التحديات الماثلة، ودعا إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية وعلى التضامن الإنساني. أن العالم ظل مبتليا بتفاقم اللامساواة والفقر والجوع والنزاعات المسلحة والإرهاب، تزداد الوضع العالمي سوءا في ظل الصدمات المتلاحقة التي لازلنا نعيش تحت وقعها خاصة في دول الجنوب. وإن تواصل هذه الأوضاع يؤكد أن أدوات الحوكمة الدولية التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية باتت عاجزة تماما عن إدارة هذه التحديات ومعالجة أسبابها العميقة. لذلك أيدت تونس مبادرة الأمين العام بالدعوة لعقد هذه القمة، إيمانا منها بحتمية القيام بالمراجعات اللازمة للمقاربات المتبعة وبضرورة إصلاح آليات العمل متعددة الأطراف وأهمية تجديد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي واعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على المنفعة المشتركة والندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية. وجدد وزير شؤون الخارجية دعوة الدول المتقدمة إلى الإيفاء بتعهداتها في مجال تمويل المناخ وإلى التعاون الجاد لتذليل العقبات من أجل تيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج. ونجدد من هذا المنبر الأممي الدعوة إلى البلدان المتقدمة الإيفاء بتعهداتها في مجال تمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي وتخفيف أعباء الديون على البلدان النامية والتعاون الجاد لتذليل العقبات أمام استعادة الأموال المنهوبة بالخارج، بما يعزز مقدرات شعوبها في التعويل على مواردها الذاتية في مواجهة التحديات الماثلة. وأبرز وزير شؤون الخارجية من جهة أخرى أن المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تقتضي من المجموعة الدولية ألا تترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة، وهو ما يتطلب وضع حد فوري للعدوان على غزة وسائر الأرض الفلسطينية ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى استرجاع كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمس بنيويورك ميثاق المستقبل الذي وصفته بأنه دعوة إلى العمل لوضع العالم على مسار أفضل. وينص ميثاق المستقبل على أن تتعهد الدول الأعضاء في الميثاق باتخاذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامة وتمويل التنمية والسلام والأمن الدوليين والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي الشباب والأجيال المقبلة وإحداث تحول في الحوكمة العالمية.
تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة تستمع في مستهلها إلى ممثلين عن النواب الذين أودعوا لدى البرلمان مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات وبالاستفتاء. كما تستمع لجنة التشريع العام في حصة ثانية تنطلق بعد ظهر اليوم إلى ممثلين عن وزارة العدل. أكدت وزارة العدل أمس التزامها بتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة، وذلك تبعا لما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بالأمن العام وبسمعة مؤسسات الدولة ونزاهتها. كما أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة ونشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة والحملات التي تستهدف القضاة أو تشكل تهديدا لسلامتهم. يحتضن قصر المعارض بالكرم بداية من اليوم الاثنين وحتى 26 من الشهر الجاري النسخة الأولى من صالون فابتك إفريقيا الذي تنظمه وكالة النهوض بالصناعة والابتكار والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وينتظم الصالون بمشاركة أكثر من 130 عارضا تونسيا وممثلي 16 دولة إفريقية، ويتضمن ندوات وورشات عمل متخصصة وحلقات نقاش وفق المدير العام للصالون أيمن بن سليمان. فابتك أفريكا 2024 هو صالون دولي إفريقي للتكنولوجيات الصناعية. صالون هذا أول مرة يصير في تونس وفي إفريقيا. الهدف منه هو تشبيك المؤسسات الصناعية مع مصدري خدمات التكنولوجيا في تونس للتعريف المنتجات التكنولوجية التونسية، وفي مرحلة أخرى باش المؤسسات الصناعية تنجم تنتقل نحو الصناعة من الجيل الرابع والاندستري 4.0 اللي الناس كل تو تحكي عليها. فما 16 بلد إفريقي غير تونس باش يكونوا مشاركين إن شاء الله في الصالون هذا، كما الجزائر، كما موريتانيا، كما السنغال، كيما ليبيا، كيما مصر، كيما كوت ديفوار، وممثليهم باش يكونوا موجودين في لي كونفيرونس ولي بانيل اللي باش يصيروا. فما ندوات باش تصير في المجال هذايا. عندنا ثلاثة محاضرات كبيرة ودي بانيل دو ديسكسيون 10 يعني اللي هم مبرمجين إلى حد الآن ونجموا نزيدوا أكثر. وأكد المدير العام لصالون فابتك إفريقيا أيمن بن سليمان أن من بين المحاور التي سيقع مناقشتها خلال هذه التظاهرة السياسة الصناعية ومناخ الأعمال وتحدي التحول الرقمي للصناعات التونسية والتوجهات الجديدة في التعليم والتكوين التكنولوجي. التكنولوجيا هو عامل أساسي من عوامل تنافسية المؤسسات وزيادة الإنتاجية متاعها. دونك الناس الكل يلزمها تتبع الثورة هذه وإلا ستندثر، وأولها المؤسسات الصناعية. زادة عنا تحديات كبيرة من الجانب الطاقي. اليوم الطاقة ولات تتكلف برشا على المؤسسات الصناعية، والحلول ما تنجم تكمن كان في التكنولوجيا في المجال هذا لحل المشاكل الطاقية. كيف زادة فما مشاكل مناخية وبيئية كبيرة ياسر. كما تعرفوا اليوم العالم الكل ماشي فيغ لا ريدكسيون دو لومبرانت كربون بالنسبة خاصة للمنتجات الصناعية، والمؤسسات الصناعية اللي موجودة في تونس سواء كانت مؤسسات محلية أو استثمارات أجنبية، إذا تحب غدوة تصدر منتجاتها للاتحاد الأوروبي ولشمال أمريكا يلزمها تلتزم بالمعاهدات هذه اللي تنص على الحد من لومبرانت كربون. حلول هذه كل ما تنجم تكون كان حلول تكنولوجية. تولى كل من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية وفاء أبو بكر الكيلاني أمس التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الاجتماعي، وذلك في إطار انعقاد الحدث رفيع المستوى لتنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات. وتهدف مذكرة التفاهم بالخصوص إلى الاستئناس بالتجارب الناجحة في مجال التأهيل وإعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الهشة وذات الدخل المحدود.
أفادت وزارة الدفاع الوطني أمس بأنه جرى يوم 19 من سبتمبر الحالي منح ميدالية الأمم المتحدة ل 130 عسكريا تونسيا، بينهم 7 عسكريات، اعترافا بجهودهم المبذولة ضمن وحدة المروحيات التونسية بجمهورية إفريقيا الوسطى في إطار مهمة إعادة الاستقرار إلى هذا البلد تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلام مينسكا. وكان تم نشر وحدة المروحيات العسكرية التونسية منذ 2020 والتمديد لها لسنة إضافية منذ جوان 2023 بقيادة عقيد من القوات المسلحة التونسية، وهي أول امرأة تونسية تترأس بعثة عسكرية خارج تونس، وكذلك أول امرأة تقود وحدة عسكرية أممية بجمهورية إفريقيا الوسطى. دعا مهنيو قطاع الصيد البحري إلى التعجيل بتسوية وضعية صنع المراكب في ضوء تعطل أشغال لجنة الصنع منذ ما يزيد عن السنتين وفض الإشكاليات الإجرائية مع مصالح البحرية التجارية، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعية البحارة وأصحاب رخص مراكب الصيد الترفيهي وإسنادهم رخص صيد ساحلي. نائب رئيس اتحاد الفلاحين صالح هديدير دعا سلطة الإشراف إلى الإسراع بمد جسور الحوار مع المنظمة الفلاحية لحل كل الإشكاليات العالقة. بالنسبة لقطاع الصيد البحري، أنه في الآونة الأخيرة بحارة الصيد الساحلي وبحارة الصيد الأعماق وغيرهم من البحارة أنهم محتاجين واغبين على تسوية وضعية مراكبهم، على خطر في الآونة الأخيرة أنه الأغلبية من البحارة استناوا أكثر من سنتين في وحدة صنع السفن وفي اللجنة الاستشارية اللي تصير في وزارة الفلاحة اللي غابت عنها المهنة قرابة السنتين، وهذا بقرار انفرادي من سلطة الإشراف في الماضي للأسف اللي خلى أكثر من سنتين عشان تحصل على تراخيصها اللي هي في تسوية وضعية في التكبير وفي تغيير محرك أو غيرها. المشاكل خلت البحارة ما تخدمش في أريحية وما تخدمش منظمة، هذاك علاش غضبة البحارة اللي خلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نعملنا اجتماع، والاجتماع هذا حلت المشاكل هذه، وإن شاء الله تمد الوزارة جسور التواصل بيننا وبين الوزارة حتى نصدوا هالإشكاليات هذه. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. أهلا بكم من جديد. ضمن مستجدات الأوضاع جنوب لبنان، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن انطلاق تصعيد عملياتها ضد الكيان الصهيوني من خلال تنفيذ 5 هجمات بمسيرات استهدفت الجولان المحتل وغور الأردن. جيش الاحتلال اعترف بتسلل مسيرة من العراق وعبورها من سوريا إلى الجولان المحتل. في الأثناء حزب الله يقصف بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين وكاتيوشا مجمع الصناعات العسكرية لشركة متخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمال مدينة حيفا. كما أعلن حزب الله قصفه مرتين بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين قاعدة ومطار رامات ديفيد ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية وأدت إلى سقوط مدنيين. وهجم حزب الله بأسراب من المسيرات جنودا إسرائيليين في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح، وقصف بالمدفعية والأسلحة الصاروخية مواقع معيان باروخ والبغدادي وجل العلام والرادار، واستهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في موقع المرج مؤكدا إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح. نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد أن التنظيم دخل في مرحلة جديدة من القتال مع إسرائيل عنوانها معركة الحساب المفتوح، وذلك بعد اغتيالها قادة قوة الرضوان وحدة النخبة في الحزب.
في مقابل ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات بجنوب لبنان هي الأعنف منذ بدء المواجهة بين الطرفين قبل نحو عام، وتوعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بضرب أي طرف يهدد الإسرائيليين، معتبرا أن العملية العسكرية المستمرة ضد حزب الله اللبناني تشكل رسالة إلى أعداء البلاد في المنطقة وخارجها دائما على حد زعمه. وإزاء هذا الوضع حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى في خضم تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وأعرب رئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء التوترات في الشرق الأوسط، وأكد أنه يبذل قصارى جهده لتجنب اتساع رقعة النزاع. من جهته حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله يهدد باندلاع حرب إقليمية شاملة، مشددا على أن التصعيد يؤثر سلبا على مفاوضات الهدنة في غزة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وطفلة، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة خالد بن الوليد شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي دير البلح قصفت طائرات الاحتلال منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى، خلف 5 شهداء بينهم 4 أطفال وعدد من الجرحى، كما استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمدرسة كفر قاسم التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي غزة. وفي شمال القطاع أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مفترق نصار بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت ركام المنزل المدمر. في المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وتفجير عبوة في قوة إسرائيلية راجلة في رفح. 7:16 بتوقيت تونس، 9:16 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل المستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا ألفة بشير ومرئيا عمار جبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. تونس تدعو في قمة المستقبل بنيويورك إلى إصلاح آليات الحوكمة الدولية وإلى مقاربة جديدة للتعاون الدولي. لجنة التشريع العام بالبرلمان تشرع اليوم في السماعات بشأن مشروع تنقيح القانون الانتخابي. وزارة العدل تؤكد التزامها بتطبيق القانون ضد كل من يستهدف القضاة ومؤسسات الدولة. وفي العالم المقاومة العراقية تعلن انطلاق تصعيد عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني، وحزب الله اللبناني يؤكد دخوله مرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل عنوانها الحساب المفتوح. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب جغام. متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.